فأصبح التحكيم ضرورة ولا مناص من التحكيم لنهضة مصر، لأن القضاء الرسمي أصبح الآن يعني يمر بكبوة كبرى. هذه الكبوة إن القاضي المصري تراكمت عليه القضايا وأصبح لا حساب ولا رقيب. وطالما بني آدم أو مخلوق ينأى بنفسه عن الحساب، هذا هو سرطان وفساد كبير جدا. أي حد فينا لا يخضع نفسه للحساب، سواء شخصيا أو مؤسسة أو إدارة أو جماعة، اعرف إن الفساد بيضرب في أطنابه. ولذلك حديث الحبيب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالحساب ده مهم جدا، يعني مهما على قدرك. والدول المتخلفة اللي احنا للأسف في دربها، ما طغى الطاغون وما فسد الفاسدون وما حبس السلاطين والملوك والرؤساء إلا بعدم الحساب. فنعوذ بالله من أننا بأنفسنا عن الحساب. الحساب مهم جدا عشان تاخد حجمك كإنسان. الذي لا يسأل عما يفعل هم يسألون هو مولانا عز وجل. الله هو الذي لا يحاسبه أحد، لكن أي مخلوق خاضع للحساب. نقول أن مؤسسة القضاء المصري الرسمي تمر بوعكة صحية، لأنها لا تخضع للحساب. مهما قال القائلون ده في حساب وفي تفتيش، ما فيش حد يقدر يحاسب البهوات. ولو حضرتك حسبت البهوات بتكتفي بس ان انت تنفس عن نفسك، بتترك ورقة ثم ليس لك ان تسأل عن نتيجتها. انتش ما قدمت شكوى استاذ؟ ايوه خلاص، عايز ايه تاني؟ انت قدمت شكوى في القاضي، عايز ايه تاني؟ خلاص ده حدودك. طب ايه اللي حصل في الشكوى؟ طب اتابعها ازاي؟ طب لا خلاص مش دورك انت. لما نشوف الراجل بتاعنا احنا لو بخته مش هنسيبه، وتلاقي القاضي زي ما هو، هو القاضي بيقول لك روح شكينا يا اخي، هتعمل طعن يا اخي. يعني اصبح الامور تدار بهذه الكيفيه. من اجل ذلك نقول وبصوت عال ان قضاءنا الشامخ يمر بوعكه صحيه. رضي من رضى، وابى من ابى، وفرح من فرح، وغضب من غضب، ما يهمناش. وإلا ما كانش في عظمة للمحاماة إلا أنك تستطيع أن تقول في أي وقت الذي تعتقده، في أي وقت. اللي يحس في نفسه أن في أي جلسة مش عارف يتكلم اللي هو عايزه، يبقى هو مش مظبوط، يبقى حد كسر لك عين، يبقى حد داس لك على طرف. وإحنا الحمد لله ولا العفريت الأزرق يقدر يدوس لنا على طرف ولا يخوفنا. والأمر ان احنا نقول ان القضاء المصري حمل اكثر مما يحتمل واثقل في حمله، فلم يستطيع ان يقوم. مش قادر يقوم، لم يقوم كالجمل لما توثقه بوثق ثقيل عليه ما يقدرش يقوم. احنا في هذه المرحلة. ايه الحل البديل؟ هو التحكيم. لازم حضرتك تفهم يعني ايه تحكيم عشان تقدر تتصدى للتحكيم. يعني ايه تحكيم؟ طب في قانون بيحكم هذا الامر في مصر؟ طب انا بشوف ناس كاتبه تحكيم دولي. هو في تحكيم دولي يعني انترناشونال، وفي تحكيم لوكال يعني داخلي. طب وانا كمحامي ايه دوري في التحكيم؟ هستفيد ايه من التحكيم؟ تقدر تعمل انت مصدر رزقك يكون التحكيم، وده بيجيب فلوس ولا ما يجيبش فلوس؟ في فايده ولا مفيش فايده؟ ايه الشروط الواجبه في كل الامور خاضعه للتحكيم ولا لا؟ اقدر اخد حكم من المحكمه عليه ختم النسر لو خلصنا التحكيم؟ نقدر نقنع الموكلين؟ طب ازاي نقنعهم؟ طب ما تدلني على السوق زي ما قال عبد الرحمن بن عوف، دلني على السوق وقول لي ازاي التحكيم طالما في فلوس، طالما في فايده. من اجل ذلك بح صوتنا بخصوص التحكيم. التحكيم يا سادة ليس شهادة تعلق فوق الرؤوس،
ولا كرنيه يوضع في الجيوب عشان تمر بيه من كمين ولا تطلعه الواحد يعني بسيط فتحس ان انت مستشار وتحاكي به القضاء، وانما التحكيم هو طوق النجاح للمحامين بل ولشعب مصر العظيم. طوق النجاة، طوق النجاة. لما حضرتك تمشي في طريق وتلاقي الطريق قفل او في حادثة او في ناس وقعوا في الطريق وقفل الطريق، يكون من العبث ان انت تقف ساعات بل شهور بل سنين بل حتى تقضي نحبك امام هذا الطريق المغلق. الحل العقلاني ان حضرتك تاخد طريق اخر موازي. هذا هو التحكيم بالنسبة لنا بعدما يعني مشى القضاء المصري بطريقة السلحفاة. لا مناص من التحكيم. التحكيم ده هيدر علينا فلوس كمحامين، وفلوس اكثر من اللي احنا بناخدها في القضايا العادية، لان القضية العادية بوازع ان في قضاء بطيء بيستمر فترة. طبعا في قضايا عندنا من ساعة ما اشتغلنا في المحاماة ومستمرة معانا، واحنا هنتركها ونقضي نحبنا وهي تستمر للورثة. لا لا غروة ولا عجب، احنا بلد الاعاجيب في العالم، معروفين واخدين رقم في موسوعة جينيس. مصر بلد واذا سئلت عن الكنانة فقل لهم امة تلهو وشعب يلعب. امة تلهو، احنا اساتذة في اللي يعني يخترق كل الاستثناءات، احنا اساتذة الحمد لله. شعب فاهم وشعب شاطر، بنوظف ذكائنا في حاجات كثيره جدا عبثيه. احنا بنتقدم بس للخلف الحمد لله، الحمد لله في تقدم للخلف. لكن احنا عايزين الطبقه الراقيه من حضراتكم، دي المكان الوحيد والمحفل الوحيد في مصر اللي نقدر نقول هذا الكلام. ما لازم تكشف نفسك قدام نفسك، لازم تتعرى قدام نفسك، لازم تواجه نفسك. مفيش محفل في مصر، مفيش مكان في مصر يقدر يتكلم هذا الكلام وبهذه الحرية وما يديش مسكنات وما يضحكش على المريض إلا هذا المكان. مفيش حد يقدر يقول هذا الكلام إلا احنا هنا في هذا المكان، وبنقوله لناس هي هتنقله لآلاف الناس بل ملايين الناس. احنا بنقوله ليس من قبيل السب ولا القذف ولا النيل، ولا ان احنا يعني بنلطم الخدود ونشق الجيوب، وانما نقوله لكي نستدرك ولكي نغير ولكي نتدارك هذه الاخطاء. من سواكم انتم يستطيع ان يضع روشتة علاج للشعب المصري؟ لا مهندس نفع ولا الدبابير هتنفع ولا حد هينفع غير المحامي، لان هو حكيم الشعب وهو طبيب اجتماعي وهو اقرب بدلة ومثقف الى الشعب، وما يخافش منك البلطجي ولا المجرم ولا الظالم ولا المظلوم، وكله بيرمي احماله ويتعرى امامك، وانت الوحيد اللي تقدر تعالج هذا او ذاك، او تقدر تنفخ في ظلم الظالم فتزوده، او تبقى داعم للطغيان والطاغية. فاحنا مش عايزينكم تكون يعني مساعدين لهؤلاء الطغاة، وانما نريدكم ان تكونوا رواد مجتمع، تكونوا زعماء مجتمع. اول حاجة للمريض عشان يتعالج كما يقول الاطباء 50% من العلاج يا محمد بيه، لازم يعرف ان هو مريض. لو ادركت ان انت مريض 50% خلصناه من العلاج. لكن تتكبر على المرض ان انت تدفن راسك في الرمال كالنعام وتقول لا احنا زي الفل، ايه الكلام ده؟ ايه المحاماة بخير ومصر بخير ومش عارف مين بخير؟ الكلام ده يتقال في التلفزيون، احنا مش عايزين الاعلام بس يسجل الكلام ده للخواص. كلام الخواص، في كلام للعوام وفي كلام للخواص. لازم المريض مع الدكتور في غرفة العيادة ما حدش يعرف، لازم اقول له خلي بالك ان انت عندك مرض كذا، ساعدني عشان انا خلال الفتره كذا هنصل لعلاج بنسبه كذا. مصر مريضه، نعم مصر مريضه. مين اللي هيعالج مصر؟ مين؟ ما ينفعش، مش هينفع. كل اللي انتوا شايفينه في الساحه ده مش هينفع. انا بطمنكم من دلوقتي، لم ولن يلوح في الافق من ياخذ
يد مصر لكي تقوم يقلها من عسرتها. الوحيد اللي نفع في هذه الامور كانوا المحامين، مش من قبل الفخر يعني، المحامين ده هذا قدرهم، مصطفى كامل وسعد زغلول، كل الناس دي هي اللي عملت مصر. ما كانش لنا دولة بمعنى دولة، احنا كنا شوية عبيد للانجليز او للملك، دي الحقيقة. ضحكوا على احمد عرابي وكان ضابط محترم وكان من هرية رزنة في الشرقية، وضحك عليه واحد خواجة اسمه دريسيبس، قال له تمام، لا كمل انت سبرتك بقى، انا مأمن لك ظهرك، ودخل الناس منهم. وكان راجل ليه شنب وعضلات ومية مية 1881 ولا نسيت محمد حسن. مين اللي نفع؟ مين اللي فضح الانجليز وفضح الفرنسيين؟ المحامين. ومحامين ايه في سن 20 سنة وانت طالع؟ فلو تحرك ميدان التحرير بين نقابة المحامين ولو قاد الثورة المحامون، اعلم انها سوف تنجح. ومش احنا اللي نقدر نقول للناس ان احنا اسياد البلد، الكلام ده مش ينفع. عمر السلطة القضائية ما كان اسمها سلطة قضائية، اسمها رحمة قضائية. هي الرحمة اسمها سلطة؟ هو القاضي يمشي بمسدس؟ هو القاضي بيمشي بكرباج؟ هو القاضي الغلبان اللي كان نحيف مش جاي الاحجام اللي جابوها لنا في التلفزيون دي؟ ايه ده اللي بيحصل ده؟ الناس اللي كانت بتكتب بالقلم الرصاص وتبري عينيها ونظرها وقاعده في واحنا هنا معانا وثيقه مجلس نقابه المحامين في الثلاثينات، الشرقامي باشا طلب وزير العدل ووزير الماليه ورئيس الوزراء ان يرفع فلوس القضاه، وهم مكسوفين يطالبوا، ناس غلابه مش بيطالبوا. لكن دلوقتي الحمد لله ماء منهمر من فوقهم ومن تحت ارجلهم، الحمد لله. بس الرفاهيه والنعيم ده مش عمر ما يولد طاقات ولا يولد ابداع. الرفاهيه بتولد تخمه، الرفاهيه بتولد فشله، لكن اللي يولد ابداع وقياده الحرمان والطبقه البسيطه في المصريين، دي اللي بتصنع المعجزات، دي اللي طلعت الشعراوي، ودي طلعت البابا شنوده، ودي اللي طلعت احمد زويل، ودي اللي طلعت نجيب محفوظ، ودي اللي طلعت مجدي يعقوب، دي اللي هتطلع. ما سمعناش خريجين الجامعه الامريكيه بيقوا حاجه سواء نساء او رجال، اي نعم محترمين وفوق راسنا ماشي، لكن مش دول اللي هيقود البلد. احنا بنتكلم على زعماء وقاده اللي هو انتم من الاخر. طب احنا نعمل ايه كنقابه محامين؟ قدرنا وقدركم ان احنا نعد انفسنا لقياده الامه، مش مصر، مش الامه العربيه، مش الامه الاسلاميه، احنا نقود الامم دي. ايوه، اوعى تحقر قدراتك، رب همه احيت امه، كيف نحييها بالعلم؟ عشان كده احنا ماشيين بالمعلقه رغم مراره الدواء مع الزملاء والزميلات، مع اساتذتنا الكبار، مع شبابنا، مع ابنائنا، مع بناتنا، عشان لعل وعسى يطلع من بيننا من يقود هذه الامه. وقياده الامم مش سهله، محتاجه تدريب. يكون بيتعامل مع ناس واحد في ايده سكينه ممكن يضربك، فبيقعد يسيس شويه، شد شويه، يكتب مذكره، ويا ريس ويا فندم، ثم بعد ذلك ينتظر القرار، والقرار قد ياتي مؤسف او قد ياتي محزن، يقدر يعمل توصيله بين اللي يقول له لا ما تقلقش هو في القرار كذا كذا واحنا نعمل كذا كذا، ويفتح باب الامل. مين اللي خلى الانسان ده يتحمل هذا الصبر وهذا الحلم وهذه الاناه؟ مين اللي عنده القدره وجهاز العصبي يستطيع ان يتحمل قرارات صادمه؟ كان عندي واحد في قضيه منذ يومين واخد 3 سنوات في سلاح آلي، النيابة عملت طعن بالنقض جاله 25 سنة. شوف القرار عايز جبل يتحمله، المحامي هو اللي بيتحمل ويعيني. وكان في محامي عظيم استاذنا احمد ناصر هو اللي ماسك القضية، في هذا السن بيتحمل القرار ويقدر يعمل فكرة تاني ويوجه تاني. بعد ما قفلت محكمة النقض تتصدت طلعت حكم فقرة 3 في قانون الاسلحة، لان قالي كلاشينكوف ما فيهوش الماده 17، الناس بتاعت الجنايه فاهميني، الماده 17 ينزل درجه او درجتين، فالقاضي في اول درجه طبق الماده 17
الولد في نيابة النقض برافو عليه صاد الحكم في الخطأ الجسيم وقال لأ القاضي كان ملزم يدي أشد العقوبة لأن الفقرة 3 اللي هذا السلاح الكلاشينكوف ما فيهوش إعمال المادة 17 وبالتالي لازم المتهم أو المحكوم عليه ياخد 25 سنة حكم يعني عايز جبل يتحمله. مين اللي عنده هذه القدرة؟ مين اللي جهاز العصبي يتحمل؟ ده الناس الموظفين او الناس الكبيره في البلد الوزراء لو قالوا له اتخصم منه 5 جنيه ولا ما خدش مكافاه بيطب ساكت. محامي اللي بيقول له خدت اعدام يتحمل. فانا عايز اقول لكم يا اخواننا احنا مش عارفين قيمه نفسنا ولا جواهر المحامين ولا نوابغ الوطن. نفسنا نقاطب 600,000 محامي اللي في الجدول ودول مش عبء علينا، عبء ان احنا مش عارفين نشغلهم. عيب ان احنا مش عارفين نشغلهم. لو قسمتوا 600,000 محامي على 90 مليون هيبقى برضه في رفاهيه للمحامين كلهم، لكن احنا عيبنا الوحيد ان في طبقه معينه محتكره السوق وفي مكاتب اجنبيه عندها 5,000 محامي وده مخالف لقانون المحاماه لهطين السوق المحاماه كله. مفيش رقيب، لا في نقابه المحامين بتعرف تراقب ولا الدوله بظروفها السياسيه الصعبه عارفه او تديك فرصه للمراقبه. احنا محتاجين رجال، وليس معنى رجال يعني النساء تستبعد، انما لفظ رجال لفظ عام للرجل بمعنى الذكر والانثى. محتاجينكم، مصر محتاجاكم. احنا مش محتاجين البلطجه ولا الصوت العالي ولا الفتوانه ولا الكلام الناعم بتاع انت نور علينا. احنا محتاجين ناس بتتكلم بجد. احنا محتاجين بقى ما حدش يضحك علينا. سيبك من السياسه اللي فرقتنا، سيبك من الكرسي اللي كله عايز يهلب عليه ويركب، زي ما يكون واحد عايز يتجوز واحده ماتت ويقول له ده العروسه ماتت لا برضه هتجوزها. طب اتجوزها؟ مش هتجيب عيال يا ابني. سيبكم من كل هؤلاء الذين يسيرون خلف شهواتهم ونزواتهم، خلينا في الراجل اللي بيواجه اللي ما عندناش طياره نهرب بيها ولا عندنا امور نفلسع ولا لينا حاجه في لندن ولا لينا حاجه هنا ولا هناك. احنا اعمده البلد مش احنا اسياد البلد، احنا اللي شايلين مداس الناس في البلد، احنا اللي شايلين كل هموم الناس. والله بكلمكم بجد، لا بجاملكم ولا بلافقكم ولا عايز منكم حاجه. انتوا مش عارفين انتوا نور علينا. احنا عايزين نبعد، ننحرف عن السياسة، ننحرف عن السياسة ونسلك الطريق اللي انتوا فيه الآن ولا ينبئك مثل خبير. طريق العلم ده هو اللي يخليك تفتكس أو تبتدع. أنا عايز أقول بكل اللغات اللي احنا عارفينها لأن في كلام بنقوله مجعلص كده يمكن الناس مش بيوصلها. احنا عايزين يا أستاذة دعاء، عايزين يا أستاذ محمد اللي انت لسه جاي ولابس أسود، عايزين يا دكتور محمد، عايزين يا كل المحامين، يا اخواننا يا اساتذتنا يا اخواتنا يا زملائنا يا زميلاتنا يا عالم اسمعونا، عايزين المحامي يعد نفسه لان هو يرفع رايه هذا القطر وهذه الامم. مش عايزين تحس ان انت قليل، لا، انت شيع في نفسك الهمه والاراده واعلم ان العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، وان المحامي اذا كان رجلا عالما حكيما ما حدش يعرف يضحك عليه وكان يقدر يعمل حاجات. لو اي محامي جات له فرصه، اللي كان ماسك البرلمان محامي، اللي كان ماسك الوزاره محامي، الوزراء محامين، دول اللي قادوا مصر. وكان مين ده؟ كان ظلم ما بعد ظلم الانجليز والدبابات بتاعه انجلترا، ما كناش نعرف يعني ايه دبابه ولا كان عندنا حتى بندقيه ولا كان عندنا حاجه. الشباب المحامين والشيوخ المحامين مسلمين ومسيحيين وقفوا في وجه انجلترا وفرنسا والطغيان والاستبداد والفساد، بس وقفوا بايه؟ مش بالصوت العالي بس. الراجل مصطفى كامل اللي انتوا فاكرينه ده واحد كان عنده 20 سنة كان واخد ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق في مصر وفي نفس الوقت واخد من فرنسا مونبليه، واخد الليسانس من هناك وكان معاه انجليزي وفرنساوي وعربي بيرفكت، كان بيروح يخطب بره بالانجليزي وبالفرنساوي، ومحمد باشا فريد وسعد زغلول وعبد العزيز باشا فهمي، ناس كانت متعلمه.
انت مش تعرف تخدم مصر وانت جاهل، والجاهل اللي هو مش عارف. طب عايز تعرف، حط نفسك بيه تعرف. العلم كما قال العلماء بالتعلم. يعني انت حضرتك عايز تعرف التحكيم، انت كده بدأت تعرف التحكيم، هتيجي تاخد محاضرة هتخش في المود بتاع التحكيم. عايز تعرف يعني ايه سياسة، هديك بتسمع السياسة. عايز تعرف يعني اقتصاد، تروح تدرس في الاقتصاد او تاخد محاضرات على الاقتصاد. العلم يا اخوانا مش حاجات، مش حاجة رشيدة هنفك طلاسمه. العلم ان حضرتك تدي لي شوية وقت عندك وتستبر وتبقى كاتب ومتركز، بتركز وانت بتكتب، مش جاي هوائي، مش جاي تتفرج على الاهلي وسموحة، لا انت جاي تشوف وتشاهد وتسجل وتكتب وتثبت المعلومة. فالعلم بالتعلم، وعلم بالقلم. يعني لازم حضرتك وانت موجود تكتب ملاحظات، ما تعتمدش ان انت انا عارف. انت عارف ده، انت مخك قلاب زي الخلاط، نسيان. انت سميت انسان عشان حضرتك بتنسى، بيتبخر الكلام لانه بيخش جوه في حاجات زي الكمبيوتر كده، فايلات. فلازم حضرتك تسجل زي ما رامي قاعد يسجل كده علينا ويحصي كل همسة ولمسة ويفضحنا في المحامين بلا قيود. لازم انتوا تسجلوا، لازم انتوا تسجلوا وتكتب الحاجات اللي مع اي معلومة. خد المعلومة الرئيسية، رب همة احيت امة. واحد يقول لك يعني ايه همة؟ يعني ارادة. يعني واحد عنده ارادة يعمل حاجة احيا بيها الامة. الراجل اديسون ده اللي اخترع الكهرباء، والراجل بتاع الجاذبية، والراجل بتاع الطيران، دول احيوا العالم، احيوا العالم. برضو في الاجتماع، في العلوم الاجتماعية زي القانون، انت حضرتك تحيي شعب زي مصطفى كامل وسعد زغلول. هتقول يا عم دول لا، دول ما انتهوش، وتلك الايام نداولها بين الايام بترجع. ما ديك شايف، ما ديك شايف عندنا لينا طوارئ، واحنا كنا بنقرا ان كان في حاضر طوارئ زمان، كان في ايامنا طوارئ، كنا بنقرا ان في ثورات زمان، لينا ايامنا ثورات. اذا انت حضرتك زعيم، حط في نفسك انت زعيم، مش زعيم عشان تتمنظر، عشان تحيي هذه الأمة، تحيي هذه الأمة. مصر تحتاجنا جميعا، والله مصر لا تحتاج الطبيب فقط، ولا المحاسب، ولا المهندس، ولا الضابط، ولا الدبابة، ولا المعمل فقط، هي تحتاج دول بس. مصر اللي يحييها واللي يقودها هم روادها وزعماؤها، وهذا هو قدر السادة المحامين. أنتم الرواد وأنتم الزعماء رغم أنف الجميع، لأن كله بيستعين بيك. لما بيقع الوزير والرئيس الجمهورية بيجيبوا المحامي، وزير الداخلية اللي كان لا يشق له غبار مرمي ورا القفص، والمحامي اللي بيتكلم وقاعد يبص كده كالذي يغشى عليه من الموت. أنت اللي بتقف جنب الناس، أنت اللي بتغيث الناس، أنت غياس الناس بعد الله عز وجل. أنت دورك عظيم، انت مكنونك قوي، انت مكوناتك من الفولاذ. حط ده في نفسك، حط ده في نفسك، هتبقى حاجة محترمة. ممكن تيجي عليك او يجي عليك الدور ان انت اللي تمسك راية مصر او ترفع راية مصر في هذا المجال. محدش عارف، ممكن واحد صالح واحد اصلح، ممكن واحد قوي واحد اقوى. انت خليك الاقوى، خليك جاهز بلغة الكورة، خليك لابس الشورت والكوتش ومسخن وجاهز. اول ما تجيلك الكره تجيب جول. برضه بلغه الوطن لازم حضرتك كده. انا طولت عليكم بس كان لازم من المقدمه عشان اسس واظهر في من عنده الوطنيه، اظهر هذا المعدن، واسس في حضرتك ان انت مش جاي تتعلم هنا عشان تاخد شهاده او كارنيه وتروح زي الراجل بتاع المهندس او نقابه المهن الزراعيه ودول اخواننا وحبايبنا، وانما انا جاي اقول لك ان انت قائد وزعيم ورائد من رواد هذه الامه، وليس لشعب واحد او دوله فقط. عايز اقول لك انت كلامك مش معسول فحسب، ولا كلامك قوي فحسب، انت تبتغي بين ذلك سبيلا. انت الذي تواجه، وانت الذي تتصادم، وانت مقدمه الصدام لكل الشعب، كله بيرجع ورا ثم يتقي بالمحامين. خليك من هذا النفير ومن هؤلاء الثلة بالثاء التي يعني يلجأ إليها الناس ويستغيث بها المستغيثون، ويطلبها الغفير والوزير، وتقف جنب المظلوم، وترد الظالم، وترد كيده في نحره بفضل الله. خليك جند من جنود الرحمن ومن جنود الجبار، يقاوم الله بك الظالمين، وعمرك ما تمشي في الضلال والفساد.
النهارده بنتكلم على التحكيم وهو الطريق الموازي لنهضة مصر، وهو الطريق الآخر الذي ابتكره المشرع ومسك في تلابيبه المحامين لكي ينهضوا بأمتهم وبدولتهم وبعدلها وبكل إنجازاتها. ومعنا الآن فحيوا معي الأخ الأستاذ محمد القاضي المحاضر في التحكيم. بسم الله والحمد لله الذي هدانا لهداه، إخوتي وأخواتي الأعزاء، أساتذتي وزملائي الأجلاء، يسعدني أن أجتمع بحضراتكم في محراب العدالة ومنارة الحق النقابة العامة للمحامين. الإخوة الكرام، يسعدني في البدء أن أوافي كل ذي حق حقه، فالشكر كل الشكر في البدء للمولى عز وجل الذي جمعنا في ذلك المحراب العظيم لتبادل الثقافات المهنية، ثم الشكر موصول لكل من آثر أن يقتطع من وقته ليكون معنا في تلك القاعة، فالشكر موصول لحضراتكم ويليه فريق عمل أكاديمية لجنة الشؤون السياسية ولجنة الشؤون السياسية ككل الذين يصلون الليل بالنهار حتى نجتمع معا في تلك القاعة. وختاما ومسك الختام، الشكر كل الشكر والتقدير الذي لا يقدر قدره القائد العظيم سيادة الدكتور إبراهيم أحمد إلياس الذي دائما وأبدا ما يأس أن يجمعنا معا في درب العلم والعلماء. السادة الحضور الكرام، نتحدث اليوم عن التحكيم، ولن يسعنا الوقت أن نوافي ذلك القانون قدره، فإن صح القول فإن قانون التحكيم أو الالتجاء للتحكيم بوجه عام لا يستوي أبدا أن يكون موضع مقال محاضرة واحدة، ولكننا نعتمد على الجهود الذاتية لكل منا في تلك القاعة أن يحاول قدر المستطاع أن يأخذ من تلك المحاضرة نقطة الضوء والانطلاق حول مهنية حقيقية للتحكيم ولصناعة المحكم. السادة الحضور الكرام، يسعدني في البدء أن ندون سويا بعض الاتفاقيات الدولية التي لا بد من الرجوع لها حينما نتناول التحكيم. لن يسعنا الوقت لكي نفندها، ولكن أعتمد في ذلك على جهود حضراتكم الذاتية بدءا من اتفاقية جنيف أو ما كانت تسمى مفاوضات جنيف عام 1927، وهي أول مفاوضات عقدت لترسيخ مفهوم التحكيم في العالم. ثم يليها المرجع الآخر، وأتمنى من جميع الزملاء ألا يبدأوا حياتهم المهنية في التحكيم دون النظر لتلك الاتفاقيات. الاتفاقية الأخرى هي اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، صدرت عام 1958، وهي ما رسخت فكرة إلزامية حكم التحكيم. وحكم التحكيم يا سادة هو ثمرة العملية التحكيمية بالكامل. ثم تلاها بعد ذلك اتفاقية أخرى سميت اتفاقية واشنطن عام 1965 بشأن تنظيم العلاقة ما بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار عام 1965. ثم تلتها اللجنة الدولية للقانون النموذجي التابعة للأمم المتحدة بوضع ما يسمى القانون النموذجي، وهو ده هيبقى محور حديثنا لأنه اتسق مع القانون المصري. اللجنة القانونية للقانون النموذجي هي لجنة للقانون التجاري انبثقت من الأمم المتحدة. اللجنة دي كل دورها يا أساتذتنا بتعمل قوانين نموذجية عشان الدول لما تحب ان هي تصنع قانون او تسن قانون ترجع للقانون النموذجي تأخذ منه ما يتلائم مع المجتمع وتتصق في قانونها مع محتواه عشان يسود العالم اقرب ما يكون لشكل القانون الموحد. ودي لجنة منبثقة من الأمم المتحدة اصدرت قانون الأونيسترال شأن التحكيم التجاري الدولي عام 1985. قواعد قانون الأونيسترال هي دي هتبقى محور حديثنا
لأنها اتسقت تماما مع القانون المصري للتحكيم الصادر برقم 27 لسنة 1994. حبست في البدء أن ندون تلك المراجع حتى ننطلق سويا من قاعدة مشتركة، إذا أردنا أن نمتهن التحكيم أو إذا أردنا أن يكون التحكيم باب مهني موازي للمحاماة في مكاتبنا، لابد أن نرسخ في البدء القاعدة المشتركة للسادة الزملاء. ومن ثم يسعدني أن أقتطف بعض النقاط الهامة من تلك الاتفاقيات التي دونها ما كان التحكيم. أنا تعودت دايما لما أكون مع حضراتكم أن أقف في البداية احتراما ليكم. ثانيا، أنا بيسعدني دايما لما نجتمع بعدد مش كبير إن احنا نبدأ في نهج التعليم الدولي في فكرة التبادل المشترك للمحاضرة، فأنا هنا متحدث ولست مدرس. إذن يجب على كل زميل في القاعة أن يشاركني تبادل الرأي القانوني فيما يخص محتوى المحاضرة حتى نحظى جميعا بأكبر استفادة قانونية. وقتنا قليل يا سادة، عندنا ساعة واحدة هنتكلم فيها عن التحكيم، إزاي الساعة دي تكون مثمرة فعلا؟ ده اللي هنحاول نعمله النهاردة في القاعة. التحكيم يا سادة بفكرة بسيطة عشان نبدأ نتدرج في الحديث، هو عرض لمنازعة خاصة على هيئة خاصة دون اللجوء للمحكمة المختصة. كده احنا عملنا برواز، هنرد الفضل لأهله. تلك المقولة اصطحبها دايما الدكتور طارق مجاهد، لكنها مبسطة جدا لفكرة التحكيم. منازعة خاصة عن علاقة، تعالوا نشرحها بقى. منازعة خاصة عن علاقة في الأصل تجارية أو ذات طبع اقتصادي زي ما قانون 27 سنة 94 قال. إذن عقلنا هيقول إن أي منازعة غير تجارية لا تتسم بطابع اقتصادي لا يجوز فيها الصلح، لا يجوز عرضها أمام هيئات التحكيم. عرضها على هيئة خاصة. ما معنى كلمة هيئة خاصة؟ في قانون 27 سنة 94 في المادة 4 أوضحت أن كلمة هيئة يجوز أن تطلق على محكم فرد. يعني إذا ما عرضت تلك المنازعة بإرادة طرفي التعاقد على عرضها على فرد، أصبح الفرد يسمى هيئة تحكيم دون اللجوء للمحكمة المختصة التي كانت أصلا مختصة بنظر النزاع والموضحة في قانون 27 سنة 94 بمحكمة المادة 9.